تأخذ من ضياهم إخاء إن أمر الناس شورى فللإفتاء عندهم كنوز تحيل مدارك الظلماء نورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، فأيها المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم في هذه الحلقة المباشرة من برنامج مع دار الإفتاء، حيث ألتقي بكم على الهواء مباشرة لأن نتلقى أسئلتكم واستفساراتكم ونجيب عليها بإذن الله تعالى، وذلك بتواصلكم معنا عبر أرقام البرنامج الظاهرة عندكم على الشاشة. فعلى الله توكلنا وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أبتدئ لعلي أولا بما ورد في الحلقة الماضية من بعض الأسئلة، أظن كانت توقفنا عندها. سؤال الأخ الذي سأل عن من تصدق عن أبيه أو أعطى لأبيه مالا ليتصدق به فأنفقه على نفسه، وقال إنه إنما والوالد كان فقيرا فأنفقه الوالد على نفسه، فليعد هذا من الصدقة أو لا؟ أقول بالله تعالى التوفيق. من تصدق يعني على أو من وكل غيره في الصدقة فعليه أن يدفع ما وكل في دفعه وما وكل على دفعه أن يدفعه لمستحقه. فظهر من سؤال الأخ كان صدقة التطوع، وصدقة التطوع تعطى لكل أحد من غني أو فقير، لا يشترط فيها الفقر، غير أنها لا تدخل نفقة التطوع أو صدقة التطوع في مسألة الصدقة على الوالد، لأن الوالد إن كان فقيرا بالأخص كما ذكر في السؤال إنما تجب يعني نفقته على ولده ما دام غنيا، فالظاهر أن هذا من النفقات الواجبة على الابن، هو من النفقات الواجبة على الابن. فإذا كان ابن يعني مقصرا في نفقة على ولده فألا تزيه إن شاء الله في مسألة الصدقة، باعتبار أنها إذا بالأخص إذا لم يحكم بها حاكم على قول بعض العلماء أن لا تلزم النفقة للوالد إلا إذا حكم بها وثبت الفقر. وعلى كل فالأصل يعني أن ينفق الولد على والده إن كان الوالد فقيرا، فنفقة الوالد على ابنه الغني، وبالتالي كان الأولى بالأبي أن يدفع هذا المال لغيره من المستحقين، ربما أو يعني يبلغه بأنه هو محتاج إلى هذا المال فيمكن أن ينفقه على نفسه. طبعا النفقات الواجبة هي أولى من صدقات التطوع، إذا كان هو مما يلزمه ومما يجب عليه فالأولى أن يقدم بطبيعة الحال الواجب على المسنون والتطوع والمندوب والنوافل، فهذه من النفقات النوافل التي يلزم يعني تقديم الواجب عليها والنفقات الواجبة عليها إن شاء الله تعالى. أيضا كان ممن يعني من بعض الأسئلة اللي أظن التي توقفنا عندها سؤال الأخت التي ذكرت وإن كانوا في مسألة زكاة الفطر، المرأة إذا كانت يعني في بيت أبيها هل تعطى زكاة الفطر، تعطيها عن نفسها أو يخرج عنها زوجها؟ ظهر أن يخرج عنها يعني تخرج عن نفسها إذا كانت يعني في 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 بيت أهلها من نفسها، لا بسبب ضرر زوجها لها، فهي في حكم الناشز، والناشز نفقتها على نفسها وتسقط النفقة على الزوج. معنا على الأول استقبال أول عفوا اتصالات، استقبل أول اتصالات. الأول الأخ مبروك من بن وليد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ علي تقبل الله منا منك إن شاء الله. منه ومنك وغفر لنا ولك، بارك الله يا فيك. يا رب العالمين صلى عيدكم مبارك يا ربي. إن شاء الله بارك الله فيك. تفضل. يخلي الله مشايخنا إن شاء الله يا رب العالمين. اللهم آمين، بارك الله فيك. الله يرحم.
والله يرحم الشيخ نادي يا رب العالمين، ان شاء الله من اهل الجنه يا رب العالمين. مانيش مطولين عليك شيخ علي، نتكلم فيك واحد يديني خلص علي صداري. قلت لك يا شيخ علي، انا سكوات الفطر اعطيتهم فلوس. نعم. ايه واجدين عطوني فلوس، لواحد عطيتهم فلوس، بكر اللي نشرت عليه الشيخ قال لي باطله. قلت كيف باطله؟ قال لي باطله، قال لي كيف ما عطيتهمش طعام هي؟ قلت احنا في مشايخ قالوا لنا حلال عادي. شنو حكم سكوات الفطر يا شيخ علي؟ وضح لي السؤال، الله يفتحها عليك ان شاء الله. نعم ان شاء الله تعالى اجيبك عنه باذن الله. السلام عليكم يا شيخنا. معنا ايضا الاخ سليم من مصراته. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا شيخ علي وجزاك الله كل خير، كل سنة وانت طيب. كل عام وانت بخير، بارك الله فيك، تفضل. عندي ثلاث أسئلة قصيرة يا شيخ علي. نعم. اللهم اصلح خطنا في فلسطين على صغائر المسلمين. حضرت الله عز وجل نبدأ بالسؤال الأول. نعم. هل الجهاد الآن في فلسطين جهاد فرض عين أم جهاد فرض كفاية؟ نعم. السؤال الثاني، مريض بالسكري، منع الطبيب من اكل العسل، ما فعل الطبيب بكلام الله عز وجل ان العسل فيه شفاء، هل المريض يرفض كلام الطبيب ام يرفض كلام الله؟ السؤال ما فهمت السؤال يعني بالضبط، السؤال الثاني. مريض بالسكري يا شيخ علي، منع الطبيب من اكل العسل، ما فعل الطبيب بكلام الله عز وجل ان العسل فيه شفاء، هل المريض يرفض كلام الطبيب ام يرفض كلام الله؟ نعم، ماذا السؤال؟ السؤال الثالث، امرأة عاوزة قبل أن تموت أن جميع ما تملك من ذهب لابنتها الوحيدة، أما باقي الفتاة لأبنائها، هل ترفض وصيتها أم لا؟ كيف باقي الفتاة يعني الذهب؟ باقي الأماكن البسيطة يعني. نعم، وضع سؤال. نعم نعم ان شاء الله. بارك الله فيك وجزاك الله خير. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. اذا كان سؤال الاخ المبروك من بني وليد الذي دفع زكاة الفطر نقدا، قال قد قيل لي انها باطله، فهل تزيني زكاة الفطر؟ وقد يعني تبعت قولا أو ذكر لمن قال له إنها باطلة، قال بأن بعض المشايخ أفتى بأنها صحيحة وتجزي، وإنما اتبعت قول المشايخ، فهل تزيه زكاته أو لا؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، نعم تزيه إن شاء الله تعالى، ويعني لا داعي للخبطة على الناس وإرباك الناس وإدخالهم في فتن، لا داعي لها. وهذا من مسائل الاجتهاد التي اجتهد فيها العلماء قديما وحديثا، وقد قال فيها العلماء كلمتهم، ووقع الخلاف قديما وحديثا، ورفع الخلاف هذا لعل من ربما هو من المحال، يعني عادة يصعب أن يرتفع الخلاف في مثل هذه المسألة الاجتهادية الظنية. لكن ما أريد أن أنبه عليه أن من دفع زكاة الفطر نقدا متبعا لقول من يرى أن زوازها فصح أنها تزيه إن شاء الله تعالى، ولا يقال له بحال من الأحوال إنها لا تزي، ولا يقال له بحال من الأحوال إنها باطلة حتى على القول الآخر، بل حتى يعني لو أراد أن يتبع القول بالبطلان يتبع فيما يأتي من السنين، فيما يأتي من الأعوام، ربما حتى العالم إذا الذي يتغير اجتهاده، إذا تغير اجتهاد العالم في مسألة ما، فهنا هذا طبعا في العلماء، إذا تغير اجتهاد العالم في مسألة ما فلا يعود على ما على رأيه السابق وفي السنين الماضية بالنقد ويبطل ما فعل وكذا، فلا يكون، وإنما فيما يستقبل. مثلا الإمام الشافعي يرى صحة الوضوء بمسح بعض الرأس، إن تغير اجتهاده مثلا، لو فرضنا مثلا الإمام الشافعي تغير اجتهاده ورأى أن لابد من أن يمسح جميع الرأس، هل سيعيد صلاة السنين الماضية كلها وقد مسح بعض الرأس؟ هنا لا يعيدها. وذكروا أن الإجماع أن من تبع كذلك العامي إذا قلد عالما وعمل بهذا بالقول الذي أفتاه به، فذكر الآمدي وغيره وابن الحاج وغيره من الأئمة الأصوليون أن الإجماع
في مثل هذا أنه لا يرتفع، أنه عفوا يرتفع الخلاف المسألة، وأن يكون فيما يستقبل يعني لو انتقل إلى مذهب آخر هنا يكون فيما يستقبل من 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 أيامه وفي أعماله، لا أن نعود على ما فعل بالنقض والإبطال والتغيير يعني والإبطال هنا لا. فمثل هذا نقول لا، يعني من فعل زكاة الفطر نقدا أداها فيما سبق حتى لو قلد القول بالبطلان فأنا فيما يستقبل، لكن لا فيما فات. فما فات من السنين هذا تزيه إن شاء الله تعالى، وذكر العلماء الإجماع على ذلك، لأنه قلد عالما والمسألة اجتهادية، فربما يعني إذا كلف المجتهد ومن بعده المقلد الذي يقلده، إذا كلف بأن نعيد كل عبادته كل ما تبين له رأي وتغير اجتهاده يعيد العبادة في السنين الماضية يعني لشق عليه أيما مشقة. فأنا لو كما ذكرت الإمام الشافعي رأى إزاء الصلاة مع مسح بعض الرأس ثم تغير اجتهاده لابد من مسح جميع الرأس، هل يقول لا لابد يعني يعيد الصلوات كلها ثم تغير اجتهاده في مسألة أخرى ولابد من قراءة البسملة وأن لا تجزي السلام غير بسملة فيعيد الصلاة مرة أخرى بالبسملة وبمسح جميع الرأس إلى آخره من المسائل الخلافية؟ هذه مسائل خلافية من قال فيها بقول ورأى فيها برأي من الأئمة المجتهدين وعمل به لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، كما قال الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي، فمن عمل بقولنا انتهي الأمر، فهو كحكم الحاكم الذي يرفع الخلاف. كذلك عمل المقلد في المسألة بعينها في النازل بعينها في مسألة ما عمله فيها بقول إمام معين يرتفع فيها الخلاف لا يعود إلى هذه المسألة، وهذا العمل الذي عمله لا يعود عليه بالنقد والتغيير والإبطال ويقول لا أنا منقلد فيه قول من قال بالبطلان، لا هذا لا يصح، وذكروا الإجماع على ذلك. لكن كما ذكرت هذا يعني كل من يعني من التلاعب ومن فتن الناس عن دينهم واللخبطة وإدخال اللخبطة والتشويش عليهم، ما ينبغي لمثل هذا أن يقع والله أعلم. على معنى اتصال، معنا أخ من مصر. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعطيك شيخ كل سنة طيب وسنة بخير، سنة يعود عليك الصحة والسلامة ما شاء الله. وإياكم أخي بارك الله فيك، كل سنة وأنت طيب، تفضل. شيخ أنا اسمها في شهر رمضان باهي عندي سكر باهي. أيوه. عندي ارتفاع في السكر وعندي اسمها في ارتفاع في اسمها تراكمي. عندي ارتفاع في التراكمي هي 14 ونص التراكمي. الدكتور قال يفطر. أنا ما فطرتش. في الأخير في مدة هي 4 أيام 5 أيام فطرت فيها الشيخ، ما قدرتش. أيوة. عندي 4 أيام و5 أيام فطرت بهن. نعم. شو الحل فيها الشيخ؟ بالإمكان تقضي الآن أو لا؟ بالإمكان تقضيهم الآن ولا لا؟ والله يا شيخ عندي سكر مرتفع هلبة، والله عندي سكر مرتفع هلبة. نعم. طلعت عليه فدية قال لي شيخ 40 ما 40 تعرف صح هذا ولا صح شو ما نعرف بالضبط. نعم واضح سؤالك إن شاء الله وأجيبك عنه إن شاء الله. معنا الأخ علي من ترهونة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا أخ علي، تفضل. مرحبا يا شيخ. احنا نسألك سؤال، احنا يوم العيد صلاة العيد. ايه. صلاة العيد الشيخ اللي عاملين الصلاة ما كبرش التكبيرات هي بعد تكبيرة الحرم. ايه. ايه يعني شو الحكم في هذا يا شيخ؟ التكبيرات ما في تكبيرات بعد تكبيرة الحرم ولا؟ نعم ايه. وانتم ما نبهتوش عليها؟ ما نبه حد واستمر في صلاته يعني. نعم واضح سؤالك ان شاء الله. ان شاء الله اعلق عليه. معنا الاخ عبد الله من مصراته. ها؟ تفضل اخي عبد الله من مصراته، تفضل. السلام عليكم يا شيخ، تفضل. وعليكم السلام ورحمه الله، منا ومنك. نعم. لا عندي سؤال على الجوائز هذين الكاترات، حكم الجوائز السابقات، جوائز المسابقات. ايه.
سمي حكم من عندنا. كيف تجري المسابقات هي؟ قاعدة المسابقات تشارك في الفيس ولا في النت ولا عن طريق تمشي المحل ولا تشري منه ويسجلوك زي ما تقول. ما هو يختلف الحال، يعني كيف انت اشتراك في النت او اشتراك في الفيس او اشتراك في، لابد من دخول المحل ولا كيف؟ ايه ضروري تمشي المحل زي ما تقول تشتري منها ويسجل اسمك حتى يدخلوك على السحب، وكانك يديروا بعد ثاني سحب وكان يطلع اسمك هذا استخدمت طيب. نعم مضى سؤال ان شاء الله. يمكن معنا الأخ سليم أيضا في سؤاله، هل الجهاد في فلسطين الآن فرض عين أو فرض كفاية؟ الله أعلم بالحال، ما أعرفه الآن هنا أن الجهاد في فلسطين هو جهاد ولعله من أعظم الجهاد، وهو جهاد ضد اليهود وضد الإسرائيليين الغزاة والمعتدين، وعدوانهم ظاهر على غزة وعلى القدس والأقصى، لا يشك فيه عاقل ولا يعني يختلف فيه اثنان، وإنما خذل المخذلون وطعن الطاعنون في مثل هذا الجهاد، مع أن جهاد بين المسلمين وأهل يعني الكفر وأهل اليهود، ولإقامة دولة يهودية إقامة كفر على أو قتال على الدين مع احتلال الأرض و يعني تدنيس المقدسات واحتلال يعني المسجد الأقصى وتدميره وتهويده، كل هذا مما لا يقره الشرع الحنيف ولا يرتضيه العاقل، والإنسان بفطرته يدفع عن نفسه وعن ماله وعن يعني حقوقه الطبيعية يدفع هذا بنفسه، فمن فإذا غزاه غاز وجاءته إلى بيته آت ليخرجه منه لا شك أنه يدافع عن نفسه، فهذا يعني هذا من الجهاد الواضح. أما مسألة فرض العين وفرض الكفاية ذي لعل غيره من المشايخ يجيب عنها، والله أعلم، والله أعلم بالحال. سؤاله أيضا كان عن سؤال ثاني كان عن مسألة مريض السكري يمنعه الدكتور أو الطبيب من تناول العسل، مع أن القرآن يقول فيه شفاء، فيه شفاء للناس، فهل يتبع القرآن أو يتبع كلام الطبيب؟ هل هو مسألة كالإشكال أو ذكر أو رده، وأقول والله أعلم في مثل هذا أن هو من حيث أن فيه شفاء للناس، فيه شفاء للناس، لكن الكيفية التي يكون بها شفاء، الكيفية لم تذكر، وإنما هو إجمالا هو فيه الشفاء، لكن كيف يستشفى به فهذا الله أعلم به، يعني بالطريقة التي يمكن أن يستشفى بها فهذه يعني الله أعلم بها، لم تبين في الآية كونك أنت تتناول العسل وتقول هذا هو هكذا الشفاء وهكذا كذا، هذه لعل لا بعضها يعني يشرب شرابا يوضع في الماء يوضع في كذا، فهنا هذا لعل والله أعلم يعني طريقة التناول للعسل وكيفية الاستشفاء به، هذه لعل هذه محل النظر ومحل الاجتهاد والله أعلم، وهذه لعلها يعني تحتاج إلى التجربة والعلم التجريبي. سأل أيضا عن امرأة أوصت لابنتها بالذهب بذهبها وباقي التركة من مالها أو بعض كما ذكر ممتلكاتها، قال تعطى للأبناء، هذه الوصية وصية لوارث ولا وصية لوارث، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، سواء كان هذا الذهب قليلا أو كثيرا، سواء كان هذا الذهب يعني الثلث أو أكثر أو أقل، لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة، إذا أجازها الورثة وقالوا نعطي هذا الذهب لأختنا ولبنتها فأنا لا بأس به وتجزي إن شاء الله ولا مانع منه، لكن هذا حق، حق بعد الوفاة التركة حق للورثة لجميع الورثة، لا يجوز أن يمنع منها شخص وأحد من الورثة من الأبناء من البنين أو من البنات، فقد تعلقت حقوقهم جميعا بهذه التركة، فإن أرادوا أن يعطوا الذهب لهذه البنت لا بأس، وإلا فمن حق الجميع أن يتمسك بحقه في التركة والله أعلم. سؤال الأخ من مصر ذكر أن في شهر رمضان قال عندي السكري وارتفاع في التراكم وصل ل 14.5، وأمر ونصحه الدكتور بالإفطار، طبيب بالإفطار، فقال ما فطرتش، ولكن اضطريت فافطرت 4 أيام
وحسب كلامه أنه افتدى ودفع الفدية، وقيل له إن الفدية 4 دينارات. هو على كل الفدية نعم أربعة دينار تعطى بعد وقوع الفطر في الأربعة الأيام بعد أن أفطر يدفع الفدية، لكن هذا لمن كان عاجزا عن الصيام وعن القضاء. ونقول لهذا الأخ إذا كان بالإمكان في قابل الأيام أن تقضي فهذا هو الأصل، والفدية إنما هي مستحبة استحباب لمن عجز عن القضاء وصاحبه المرض وكان المرض مستديما بك لا يرجى منه الشفاء، فهنا يستحب استحباب الفدية على ما ذكر ما ذكرت 4 دينار عن اليوم الواحد. لكن إذا كان يعني يرجو الشفاء ولو في قابل الأيام، ولو يعني مثلا يصوم في الأسبوع يوم واحد أو حتى في الشهر 4 أيام، يمكن في الشهر يوم أو يؤجل مثلا إلى الشتاء إلى زمن قصر النهار إلى زمن يمكن أن يصوم فيه، فمتى ما أمكنه الصيام في أي وقت من الأوقات فيلزمه الصيام، يعني ولا تسقط عنه والفدية لا تسقط عنه القضاء، فالقضاء فرض والفدية مستحبة استحباب للعاجز، فهو إن كان قادرا ففرضه الصيام والقضاء، وإن كان عاجزا نعم فاستحبت له الفدية، والله أعلم. أنا نتوقف هنا قليلا ريثما نعود بعد الفاصل إن شاء الله تعالى لنكمل الإجابة عن بقية الأسئلة. نشاورهم ونأخذ من ضياهم إخاء إن أمر الناس شورى، فللإفتاء عندهم كنوز تحيل مدارك الظلماء نورا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. عدنا أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون لنكمل الإجابة على ما ورد إلينا من الأسئلة إن شاء الله تعالى. سؤال الأخ علي من ترونة توقفنا عند ذكر في سؤاله أن يوم العيد في صلاة العيد ترك الإمام تكبيرات العيد واستمر في صلاته، لم ينبهه أحد وترك هذه التكبيرات. معروف أن صلاة العيد
يعني لها تكبيرات زيادة على 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 سائر الصلوات من السنن والفرائض، فيكبر بعد التكبيرة الأولى 6 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، و5 في الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام. لكنه ترك هذه التكبيرات، لم يأتي إلا بتكبيرة الإحرام. فأقول والله أعلم، هي هذه التكبيرات سنة مؤكدة، إذا تركها ساهيا يسجد لها سجودا قبليا، وإن تركها عامدا فأظن أن صلاته تصح وقد أساء، والله أعلم. كان ينبغي لهم أن ينبهوه مدى صحة صلاته الآن، لا يحضرني في المسألة شيء، الله أعلم. فلعلنا يعني نجيب عن صحة صلاته في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. سؤال الأخ عبد الله، لعل قبل سؤال الأخ عبد الله معنا متصل الأخ عمران. أخي عمران أهلا وسهلا بك. مساء الخير سيدي الشيخ. مرحبا بك، تفضل. عمران أبو قرين من سوق الخميس مساحل. أهلا وسهلا بك يا سيد عمران. بداية سؤال يا فضيلة الشيخ لو تكرمت علينا بالجواب فيه. نعم. شخص توفي على زوجته وأبناء أخيه وليس له أبناء، وزوجته وزوجته خلفت زوج بنات في مكان قبله في دار أخرى، توفى على زوج بنات للزوجة من غيره. معي شيخه ولزوجته بنتين، الزوجة هذه كان خلفة بنتين في مكان آخر. نعم واضح سؤالك. نعم. وانتقلت للراجل هذا، والراجل هذا توفى رحمه الله ورحم جميع المسلمين، غفر الله له. نعم. وتوفى عن زوجته اللي ذكرتها لك. أيوة. وأبناء أخيه. وعن أبناء أخيه قبل وفاته كتب لزوجته هذه هبة، عنوان المستند هبة. وبعدها لما كتب في المسند هذا قال ولا حق لها في باقي ممتلكاتي. نعم. باهي. نعم. أبناء أخيه توا قالوا حتى احنا عندنا أوراق مستندات ممكن يكون فيها بيع وشراء، ويمكن يكون عندهم هبة. ألو. أيوة. نعم في الاستماع. كيف يعني هم لأبناء أخيه قالوا حتى احنا عندنا أوراق، ولا كيف؟ إيه قالوا عندنا مستندات وتونا نقرأ. مش معروف هل هي هبة وإلا بيع وشراء. ولا قد يكون احتمال تكون فيها هبة وفيها بيع وشراء. فنبغى الجواب كيف في حصة المرأة هذه وفي موضوع أبناء أخ، نبغى كل واحد ياخذ حقه الشرعي. أبناء أخيه ذكور هم؟ ذكور وإناث. كم من الذكور؟ 2. ومن الإناث؟ مجموعة. نعم واضح سؤالك إن شاء الله. معنا أيضا الأخت صابرين من مصراتة. أختي صابرين تفضلي. فصل الاتصال. إذا الأخ كان سؤال الأخ عبد الله أيضا من مصراتة عن الجوائز في المسابقات، تشترى في من المحل أو تشتري من المحل لتدخل السحب. هنا إذا أظن هي محل خلاف بين العلماء، لكن من قصد الشراء من هذا المحل لأجل الدخول في هذه المسابقات، فصارت هذا المسابقة وهذه الجائزة كأنها جزء من الثمن، وهي مقصودة من الثمن، والقصد إليها يفسد العقد والله أعلم، بالتالي يترتب عليها يعني هي غير جائزة. أما لو اشترى من المحل ودخلك لم يكن يعني مع بشرط مسبق ولا لغرض مسبق كانت الجائزة، وإنما اشترى السلعة بثمنها المعتاد، فقيل له يمكن أن تدخل السحب، لعل هذا ما يجوز والله أعلم. وإن كان الأولى الابتعاد عن مثل هذه المسابقات، عن هذه الجوائز، وهو الأولى والأفضل بالأخص للباعة
لأن البائع عليه أن يتبع طرق شرعية مضمونة، وإلا فإن الكلاب إذا كان تكلمنا على المشتري فالبائع من أين له أن يعلم أن هذا قصد إلى شراء السلعة فقط أو قصد إلى الدخول في المسابقة؟ دفع المال للدخول في المسابقة يجعلها من قبيل القمار فهي غير جائزة، والبعد عنها أفضل وهو الأولى والله أعلم. معنا الأخ وليد من بنغازي. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يحفظ قناة تناصح إن شاء الله شيخ. نعم تفضل. بالله يا شيخ، مأتم من ساكن في حوش مهجر يا شيخ، مأتم الصيام فيه والصلاة فيه يا شيخ، واخذ رزق المسلمين يزوز يا شيخ. لما سأله الشيخ من بداخله قال نحول الموضوع هذا للجهات المختصه. نعم واضح السؤال. نحن الجهات المختصه من حفتة سيسي وضحنا يا شيخ الله يفتح عليك، ما حكم من قاعد حوش مهجر يا شيخ؟ نعم واضح السؤال. نعم ان شاء الله تعالى. حسبي الله ونعم الوكيل. كان ايضا سؤال للاخ عمران، كان عندنا عن مساله شخص توفي عن زوجة واثنين من أبناء أخيه وبنات أخيه، قال ولزوجته بنتين من غيره، وقد كتب لزوجته هبة، عقد هبة أو ورقة مكتوب عليها هبة، أعطاها شيئا من المال، قال ولا حق لها في باقي ممتلكاتي في التركة يعني. فأقول والله أعلم، هي على كل مثل هذه المسائل هي ربما تحتاج إلى نظر أوسع واستقصاء لجميع المستندات، لكن بحسب ما ورد في السؤال الهبة إذا اشترط فيها أنه وهبت لك وهب للزوجة هذا الأرض أو هذا المسكن أو هذا الشيء بشرط ألا ترث، فهذه هبة باطلة، الهبة بطلت من أصلها، فعادت الجميع عليهم أن يقسموا الجميع التركة على فريضة الشرعية على فرائض الله تعالى، إن الله أعطى كل ذي حق لكل ذي حق حقه، فلابد أن يعطى كل ذي حق حقه، فالزوجة في مثل هذا لها الربع، والأبناء الأخ ابني أخيه لهم الباقي ثلاثة أرباع، هم أبناء الأخ الاثنين الذكور، أما البنات فلا يرثن من عمهن شيئا، لأن ابن الأخ هو الوارث، أما بنت الأخ فلا ترث، فهنا الورثة الزوجة ابن الأخ وابن أخ ثاني فقط، الزوجة لها الربع وابني الأخ لهما ثلاثة أرباع، عليهم أن يقسموا التركة فيما بينهم على هذه الصيغة. مسألة أن كتب لهم أيضا ابناء الأخ قالوا عندنا مستندات وكتب لهم، والله أعلم هل هي هبة هل هي بيع وشراء وكذا، فالله أعلم بحقيقة الحال، لكن المسألة كما ذكرت يعني الهبة إذا اشترط فيها عدم الميراث بطلت الهبة، فالأولى بالزوجة الآن الرجوع إلى الفريضة الشرعية وتأخذ الربع والبقية البقية التركة وباقي التركة يعود لابني الأخ الذكور فقط دون الإناث والله أعلم. الأخ وليد من بنغازي سأل عن مسألة السكنة في بيت المهجرين والصلاة فيها والصيام فيها، لا شك أن وإثم من فعل ذلك، لا شك أن يعني الدخول في بيت المهجرين هم بالأساس تهموا تهمة إرهاب وتهمة كذا وكذا، وألصقت عليهم التهم وحوربوا وأخرجوا من ديارهم بغير حق وشردوا واغتصبت هذه المساكن وأخذت جبرا وقصرا عنهم، لا شك أن هذا من الغصب المحرم شرعا، وصاحبه آثم إلا أن يتوب إلى الله ويرجع الحق لأصحابه ويدعن لحكم الشرع في ذلك. أيضا الصلاة فيه على الخلاف بين العلماء في صحة الصلاة في الأرض المغصوبة، هل تصح أو لا تصح، والصيام وسائر العبادات، يعني لك أن تتعبد في يعني في بيت هو مغصوب وليس ملكا لك، هو يعني إثمه بقاؤك فيه في كل لحظة تكتسب الآثام، إثم جديد تستمر كل ما بقي فيه فهو يعني يسجل عليه الإثم،
ليلا نهار، سواء في قائما او صائما، مصليا قاعدا او نائما، كلها يكتسب الاثام في كل لحظه في مع بقائه في هذه في هذا البيت وهذا الارض المغصوبه، يعني جبرا وقصرا عن صاحبها دون وجه حق ولا حق لهم فيه. ولا يمكن ان تصالح مثلا بان يرجع الى اقربائه او ورثته او كذا، لان صاحب الورثه انما يرجع اليهم اذا كانوا اصحاب حق. اذا كان يعني المهجر توفي وترك ورثه، فهنا الكلام مع الورثه لانهم صاروا اصحاب حق، لكن هم اذا ما دام صاحب الحق ما دام باقيا حي فانا لا يحل، بل حتى ان يعني قنن الفقهاء والعلماء ونصوا عليه، حتى يعني البغاة وحاشاهم ان يكونوا بغاة، يعني لا يستباح مالهم بهذه الطريقة والله أعلم. فهذا كله يعني من العدوان وكله من البغي وكله من الفساد، وتشريع والتشريع للفساد والإفساد في الأرض، وشرعنا للفساد وإضفاء الصبغة الشرعية عليها. وهذا كله لا شك أن إذا كان المغتصب أرضا لا تحل له وبيتا لا يحل له مجرما وآثما، لا شك أن من أفتاه ومن كذب على الله كان أشد إثما وأكبر جرما منه. إن الذين لا يفترون على الله الكذب لا يفلحون. من كذب على الله، ومن أظلم من كذب على الله، يكذب بالصدق جاء كذب على الله، يعني يفتي بأقوال يعلم من نفسه أنها كاذبة، أن أحكام هذه غير شرعية أصلا، لا ليس لها بالشرع أي صلة، لا تمت للدين بصلة، لا يقول بها فقيه من فقهاء المسلمين ولا عالم من علمائهم، ولا يرتضيها حتى عاقل أن يتهم شخص ما مثلا بصفة ما وتلصق به ثم تنزل عليه الأحكام ويؤخذ منه ماله ويغتصب منه ماله ويؤخذ سكنه ويخرج من بيته، مع أن الإخراج من البيت قد سواه القرآن وسواه الله تعالى بالقتل، وإذا كتب عليهم أن أو كتبنا عليهم فيه أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، فالإخراج من البيوت كالقتل، كتب عليهم أحد الأمرين، إن هذا كان على بني إسرائيل أحد أن يخيروا بين اثنين، إما أن يخرجوا من ديارهم أو يقتلوا أنفسهم، فسوى بينهما. فالإخراج يعني من البيوت ومن السكن هذا يعني جريمة لا شك كبيرة، وفاعلها آثم ظالم جائر لا شبهة له ولا حق له فيما فعل، والله أعلم، والله المستعان، وعليه توكلان. وأرجو وضع الله تعالى أن يرد الحق إلى نصابه، وأن يرد المهجرين إلى ديارهم سالمين غانمين، ويرفع عنهم أيض الظلم والعدوان. أيضا كان عندنا مما ورد في الحلقة الماضية من الأسئلة، سؤال اللي قلنا الذي ذكرنا عنه، سؤال الأخت التي ذكرت زكاة الفطر وهي في بيت في غير بيت الزوجية، في بيت أهلها، هل زكاة الفطر عليها في مالها أو على زوجها؟ ذكرت أن إن كانت هي ناشز منها وخرجت من بيت زوجها بغير إذنه وبغير رضاه فهذا نشوز وخروج عن طاعة الزوج، تسقط به نفقة الزوجة، وإذا سقطت به نفقة الزوجة فزكاة الفطر أيضا هي تابعة للنفقة فتسقط به زكاة الفطر أيضا. وإن كانت يعني هي ربما يعني أخرجت ظلما وعدوانا وضررا وإضرارا بها من زوجها على وجه التعدي عليها، فهذه هي التي تستحق نفقة، تستحق الضم إلى بيت زوجية، تستحق أيضا يعني لأن هو الزوج في هذه الحالة هو اللي ظالم، لأن لا يذرها كالمعلقة، إما أن يقال له إما أن تطلق وإما أن ترد زوجتك إلى بيت الزوجية مع حسن العشرة ورفع الضرر عنها. لكن هي إن دفعت عن نفسها، على كل حال من أخرج زكاة الفطر عن نفسه أجزأته إن شاء الله تعالى، سواء كان ممن وجبت عليه وفي ماله أو وجبت عنه أو وجبت في مال غيره، فالأولى بها ربما بالأخص في مثل هذه الحالة أن تخرج زكاتها عن نفسها والله أعلم. كان أيضا عندنا في الحلقة الماضية السؤال
إخراج الصدقات على العمال الأجانب والأفارقة، الذي أظن تكلمنا عليه، مسألة الصدقة على العمال الأجانب والأفارقة هذه إذا كانت زكاة فطر، ذكرنا كذا مرة أن إذا كانت هي زكاة فطر أو زكاة واجبة فهذه لا تخرج عنه الزكاة الواجبة، لا يخرج، لا يعطى لهم زكاة فطره ولا صدق الزكاة الواجبة في ماله حتى يعلم حالهم من الفقر ومن الحاجة ومن يعني أنهم من أهل الزكاة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم داخل الآية، فإذا كانوا من أهل الزكاة تعطى لهم. أما ظاهر الحال يعتمد مثلا ظاهر الحال وأن يكون عمال وكون كذا فيعطيه من زكاة ماله أو يعطيهم زكاة الفطر أو كذا، فهذه الظاهر أنها الأولوية أن لا يدفع له حتى يعلم من حاله أن هو من أهل زكاة الفطر أو عفوا من أهل الزكاة من مستحقين للزكاة. وزكاة الفطر لها خصوصية أنها تعطى للفقراء والمساكين، إن تختص بها يعني الفقراء والمساكين فقط دون غير من صائر أصناف الزكاة الثمانية الذين تعطى لهم الزكاة في سبيل الله والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل إلى آخر الآية للأصناف الثمانية غير الفقراء والمساكين، فهؤلاء لا تعطى لهم إلا زكاة المال، ما أعلم والله أعلم، زكاة المال على قول الجمهور تعطى لهم زكاة المال لا تعطى لهم يعني زكاة الفطر. فزكاة الفطر خاصة بالفقراء والمساكين كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم طعمة للفقراء والمساكين، فخصها بالفقراء والمساكين دون غيرهم، وليغتنوا بها في ذلك اليوم، وليغتنوا بها عن ذل السؤال في ذلك اليوم والله أعلم. وبالتالي هي إذا زكاة الفطر لا تعطى إلا للفقراء والمساكين خاصة. وبمناسبة السؤال يعني الصدقات التي تجوز للعمال الأفارقة وغير أو من الأفارقة وغيرهم يعني من العمال الأجانب من لا يعلم حالهم، هذا إذا كان من صدقات التطوع فهي جائزة، مثل ما يسميه الآن مثلا الناس قصاع رمضان وكذا، فهذه جائزة يدفع لهم من الصدقات صدقات التطوع، فهذا جائز، يمكن أن يطعمهم، يقدم لهم وجبات العشاء، يقدم لهم الوجبات في السحور وكذا، فهنا جائز، لأن صدقة التطوع تجوز لكل أحد سواء كان غنيا أو فقيرا، موسرا أو معسرا، لأن الصدقة التطوع تجوز لكل أحد، لم تخص مثلا بالأصناف الثمانية كما وردت في الآية، وإنما خص بالصدقات بالأصناف الثمانية صدقات الواجبة، إنما الصدقات للفقراء إنما هي الزكاة الواجبة. أما عموم الصدقة وصدقة التطوع فهذه لا تدخل يعني في مسألة يعني التخصيصها بالأصناف الثمانية فقط، لكن لا شك أن كل من كان أحوج ومفتقرا إليها فهو أولى بالإعطاء له وأولى بأن يغنى عن المسألة في شهر رمضان أو في غيره من سائر الأيام. فدائما إعطاء الصدقات للفقراء والمحتاجين هم أولى من أن تعطى للأغنياء وغيرهم، لكن لو دفعت لغيرهم لا بأس ولا حرج إن شاء الله تعالى، لكن فهي إذا صدقات التطوع لا يشدد فيها تشديد في مسألة مثلا الصدقات الواجبة والزكوات وزكاة الفطر ونحو ذلك، لأن هذه لها الذي أن الله تعالى لما فرضها خصص لها يعني الأصنافا وأناسا يستحقونها وتعطى لهم، فمن لم يكن من أهلها لا يجزي أن تعطى له، ولا بد أن يكون يعني من تعطى له زكاة الفطر وزكاة المال من أهل هذه الزكاة وممن نص الله تعالى عليهم وأخبر بهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما في مثلا زكاة الفطر طعمة للفقراء والمساكين فقط دون الأصناف الثمانية على قول يعني علمائنا وهو المشهور في مذهبنا، وإن كان بعض أهل العلم يذهب إلى أن زكاة الفطر شأنها شأن سائر الزكوات توزع على الأصناف الثمانية، لكن مشهور في المذهب ما ذكرت أن زكاة الفطر لا تعطى إلا للفقراء والمساكين فقط والله أعلم. أيضا من مسألة الزكاة إعطاءها مثلا في باب الجهاد وفي سبيل الله، هذه أيضا مما نعم هو صنف من الأصناف من باب الجهاد هو في سبيل الله، إنما المقصود به هو باب الجهاد فقط
دون مثلا المدارس او المساجد او الطرقات او كذا، فهذه ليست وان كان هي في تدخل في سبيل الله في العموم، لكن المقصود به هنا انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. ففي سبيل ابنه خصه العلماء بالجهاد فقط دون يعني سائر الامور الاخرى مما هو يعد في سبيل الله. فالمقصود به اذا هنا هو الجهاد فقط، سواء كان الجهاد في البلد مثلا حرب المعتدين وحرب البغاة وحرب المفسدين في الارض، او خارج البلاد الان مثلا عندنا في فلسطين والجهاد في فلسطين ضد اليهود وضد الاسرائيليين المعتدين الظالمين المحتلين، فلا شك ان هذا جهادهم جهاد، ودفع الزكاة فيه واجب ولازم وتجزئ ان شاء الله تعالى، باعتباره يعني هو باب من ابواب الجهاد الذي يقوى به تقوى به شوكة المسلمين وترد به يعني البغي والعدوان عنهم. لا شك ان اذا وصل الاسرائيليون الى الاقصى ودمر ومحيا يعني ضاع، هذه كانت مصيبة على المسلمين جميعا، وقد هب لنصرتهم الأقصى إخواننا في غزة، فغزة لا شك ويطالها الآن القصف، أسأل الله تعالى أن يفرج كربهم ويخفف عنهم وينصرهم على عدوهم ويسدد رميهم ويثبت أقدامهم ويحفظهم بحفظه ويرعاهم برعايته ويرد عنهم سهام المعتدين وقصف المعتدين ممن يعني من اليهود ومن هاودهم وشايعهم وناصرهم وطبع معهم وارتضى به ودعا إليه وسخر إمكانياته للدفاع عنهم. ليته من طبع مع إسرائيل طبع العلاقات مع الأمة سائر الأمة الإسلامية من أخيه من إخوانه وبن جنسه من العرب المسلمين ومن سائر المسلمين، فكان أولى به ليته يعني جعل العلاقة طبيعية بينه وبين يعني سائر المسلمين، مع أن هو هؤلاء يخالفونهم في العقيدة يخالفونهم في الدين، طبع العلاقة معهم ووالاهم وناصرهم و يعني ربما سلط أسطوله وطائراته تقصف الناس الأبرياء العزل من أهل غزة ومن أهل فلسطين عموما. فأسأل الله تعالى أن يحفظ أهل فلسطين وأن ينصرهم على عدوهم وينصرهم على من بغى عليهم ويمكنهم من رد الاحتلال وهذا العدوان، وينصرهم عليه ويحفظ الأقصى وأهله ويبارك فيه ومن حوله كما ورد في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لعلنا نكون أيها الإخوة المشاهدون وصلنا إلى نهاية حلقتنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بهم ملئت مرابعنا ربيعا وكانت قبل مرأى العلم بورا، جزاهم عن حوائجنا كريم وكافأهم بما وهبوا قصورا.